السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هشام الداوود من بيك تايجر نايف، واليوم احنا في محل رياضات وهوايات. معانا ابو فيصل وراح نبدا. يا هلا بيك حبيبنا ابو فيصل، راح يروينا بعض البضاعة اللي عنده، وصراحة عنده شغلات مرة حلوة. تعرفوني من معجبين سبايدر كو يعني بشكل خاص. تبدون بالسكينة هذه، عادي تكلم مع ابو اي هذه طال عمرك من سبايدر كو ريزيلينس. ريزيلينس والتناشيوس من التصنيع الصيني، طبعا كله سبايدر كو اصلي. سبايدر كو يصنعون في الصين، في تايوان، في ايطاليا، في امريكا. فهذه الموديلين تعتبر موديلات اقتصاديه ومبين من الاسعار وعليها طلب كثير، وجوده سبايدر كو موجوده، بس غالبا المعادن هذه تكون اقل مستوى شوي. صحيح. نجي بعدها هذا اليابانيه الدليكا، الدليكا والاندورا. الاندورا تحتها طبعا عندي مقاطع لها، الشباب يقدرون يروحون يشوفونها اذا بيبون، يعني شهادتهم مجروحه انا بالنسبه لي، بس عندي مقاطع لهم. يمكن يختلف في نوع المعدن بس نفس الاشياء الثانيه، الابعاد طبعا هي والمحلات. الدلكا والاندورا هذه الاسعار موجوده عندكم ترى يعني. طبعا يتبع لها كمان نفس العائله اليابانيه اللي هي المان باج والدراجون دراجون فلاي فلاي والليدي باج. المان باج خالص بس في الجمرك. انا الثنتين هذيل عندي وبصوت عليهم مقطع بس ان شاء الله قريب. وهذه اللي هي اليوروبيان سبيكس تجي بدونجفل اليو كي. اي هذا الستيب جوينت اللي ما يا ستيب تقفل. جوينت مان دونجفل بس قوي يا ما منه ما خوف، ما 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 تنزل منه بسرعه خوف، يعني. ما منه خوف. ما نطول عليكم. في طبعا البارتو البارا من اشهر موديلاتها اللي هي هذه البارا. طبعا هذه عندي لكم مقطع لها، طبعا تقدرون تروحون تشوفونها. سكينة روعة صراحة. متوفر عندنا البارا 2 بالمعدن العادي، بالمعدن الاسمي 10، وايضا نفس الشيء البارا 3 بس مو معروضة هنا. وهذه بعد الشامان مشهورة. هذه الشامان من الموديلات الجديدة. يعني هذه مريحة بشكل كبير. يمكن انا يمكن الشكل شوي بس صراحة تذكرني بالمانكس على فكرة. بعد المانكس، المانكس هذه عندنا المانكس اي، بس هذه احس مقبضها ألطف من المال. من أجمل المقاوم ايه. كاستخدام حتى كالكمبريشن لوك اللي موجود ورا. هذه ما سويت عليها مقطع بعد، هذه جاي عندي واحدة منهم بسوي لكم مقطع إن شاء الله عليها. بس القفل اللي في الشامن صاير بالنسبة لي يعني مغري أكثر يعني، أو يعني هو إجمالا الأكثر الأكثر مبيعا البارا، عائلة البارا سواء بارا ميلتري أو بارا 2 أو بارا 3، وعائلة الفي جي 10 اللي هي اليابانية الديليكا الاندورا والمان بوغ الليدي بوغ. طبعا ابو فيصل محله موجود في الرياض، برسل لكم بحط لكم رابط تحت في اللوكيشن حقه. وش عندنا بعد يا ابو فيصل؟ دولاب هنا في عندنا الاسي. الاسي الى الان ما في غيرنا في السعوديه يبيعها. الاسي شركه جيب لنا الثنتين هذا بس. شركه كثير قويه، كثير مميزه، بس مو كل الناس تعرفها الا عشاق السكاكين. صحيح صحيح. هذا طبعا ماي كارتا هاندل مكايزكسي والشيث كذا. شوفوا الاسعار، هذه الفرق ما بين السي 5 والليزر سترايك. اوكي انا حبيت الليزر سترايك اكثر، يمكن شوي نصلها انحف لاستخدامي انا طبعا، بس هذا صراحه يعني انا عندي سكينه لما جبره شوي زي هذه، فاحس انه يعني هذا الموديل اللي على اليسار يمكن هو اللي افضل ان اخذه لي حاليا. وصراحه من السكاكين المره ممتازه واللي ما عليها غبار يعني حق رحلات، صراحه انا معجب فيها بشكل كبير. الاسي هم غالبا رمز رقم الموديل يرمز لطول النصل، يعني هذا الاسي 5 5 انش، صح، الاسي 4 4 انش 4 انش، الاسي 3. هذه وصلنا بعد مؤخرا الاسي 4 يسمونه الاتش ام، صار في عندهم المقبض التقليدي او التكتيكي، وهذا يسموه الكلاسيكي. في ناس تبغى الكلاسيك لوك. طبعا هذا له ميزه، هذا له ميزه، وهذا يجي بعد مع خيار الجراب جلد طبيعي او كايدكس او بلاستيك عادي. اس اي 4 هذا جميل جميل جدا. انا بغيت اقلب الجوال يصير التصوير بعدين مقلوب، فخلينا نثبت الجوال على الزاويه هذه اللي تبي.
هنا بعد في تشكيلة الكيبر. إيه هذه ممتازة، ليه طلعتني إياها؟ هذه وش اسمها هذه؟ هذا الموديل اسمه أفيسبا، مصممينه أسي لشركة بي آر كي، بي آر كي اللي هي بلو ريدج نايفز. جاي منافس للرات 1 والرات 2 من أونتاريو، كثير عملي، قفله كثير قوي، يجي عندنا بمعدنين، يجي بالأوس 8 ويجي بالدي 2. كثير عملي السكين وسعره حلو، يعني هذا ب 170 ريال خفيفه صايره، والنصل النصل يعني استخداماته كثير متعدده. هذه ان شاء الله اذا قدرت يوم من الايام اقدر اشوف طريقه ان اسوي عليها ريفيو، ان شاء الله نسوي عليها. البيرنج حقها واشر، وانا من الناس المعجبين بالواشر للاستخدام الحقيقي، يعني الفليبر او اللي يجيك داخلها بيرنج حلوه، لكن تعطيك اكشن اكثر من موضوع انه تخاف من الغبره، يعني اقل تنظيف. هذه فيها الصيانه حقها اقل. خلينا هنا في الكيبار. اوه صح، نسينا موضوع الكيبار. عندنا موديلات كثير، بعضها معروض بعضها غير معروض. في مثلا هذه الاثنين من الجاروز، لو تصوره بزاويه احسن لك، عارف عشان ما يجي الظل تجي كذا. ايه هذا الجاروز، في الصغير في الكبير، هذا رائع. هذا السويتش ممكن ينسن من هنا. ممكن ينسن صح، ممكن ينسن، كثير عملي، يصلح لكل شيء، ذبح، مالتي بيربس، سيرفايفل. مصمم جاروز الكيبر، فيها جبر رائع. في نفس الجاروز بعد مسوي لهم الفولدر، هذه كانت مقطعة عندنا، التب مره من عندهم، صح هذا حق تصلح بوش كرافت نوعا ما، يا كل شيء. هذا سكين مالتي بيربس، نفس الجاروز سوى هذه المطويه، كانت مشهوره عندنا وانقطعت ورجعنا جبناها مره ثانيه. هذه لاينر لاك، ها اي لاينر لاك، وخفيفه بعد، اتوقع نقدر اسويها شوي ثقيله، بس ممكن ادجستبل حق هنا البيفت، يجي مع مفتاح حق، ما انا قادر اسويها السريعه، بس مبين عليها خفيفة، يعني تنزل معك. هذا الكيبار، هذا الموديل المعروف من كيبار، بس 2018 عليه ختم مميز ليزر انجريفد 120 سنة. هذا بس في 2018، 2019 بيختفي الختم. هذا المعروف حقة الارمي، هذا اللي مقبضها جلد، هذا مو جلد، يسمونه كراتون، الخامة اسمها كراتون، فكرت جلد، الناس كلها تحسب جلد، هو اسمه كراتون. اوكي ما هي جميلة، عجبتني. هذا مميز الختم لانه بيصير بعدين حق كولكترز، كولكترز يعني هذه اخذها 120 سنة، وجميل والله الختم، يا يعني صاير ليزر انجريف، جميل جميل. هذه بعد من نفس الجاروز اللي مكمل العائلة، هذا التسلسل الحجم حقهم 1 2 3، كلها كيبار جاروز. هذا بالنسبة للدولاب، هذا تبي نحول على الدولاب الثاني، ناخذ بوز. تفضل. أنا الدولاب هذا كله بك. بك طبعاً اللي ما يعرف بك، شركة أمريكية عمرها فوق 100 سنة، طابعها صيد وكلاسيكي. كلاسيكي يعني كله خشب، نحاس، لمعة، جلد طبيعي، وعندهم موديلات مودرن ونجحوا فيها بعد. اللي المطويات هذا. يعني مثلاً البك من أشهر موديلاتهم 110. صحيح. 110 يتوقع ما في حد ما مر عليه بطريقة ما. عمرها فوق 65 سنة الموديل هذا. فالحين انت صعب يد واحده، ما صعب انها ثقيله. 110 يتوفر عد، ونفس الموديل 110 بس يتوفر بخامات مختلفه، معدن مختلف، مقبض مختلف. 110 يمثل شنو؟ رقم الموديل. رقم الموديل عمره 65 سنه واكثر.
هذا المقبض الجيتن. هذا جيتن، هذه بعد 110 يسمونه تشيرمن، ما هو ليميتد بس سبيشل لان عليه توقيع تشاك باك. هذا خشب ونحاس، هذا نحاس اللي يسمونه الالماني اللي هو يجي لونه فضي، هو بس هو نحاس. في منها بعد اللايت نفس ال110 بس اخف وزن واخف سعر. لو تلاحظ ال110 كلها تطبقها على بعض علشان ال هي نفس كل شيء، نفس المقاس نفس الحجم نفس كل شيء، ففرق الخامه معدن مقبض بلاستيك. طبعا السعر يعني هذه ب 135 هذه ب 395 كلهم عمليين، بس هنا تاخذ جمال اكثر، هنا تاخذ طابعه اكثر، خصوصا هنا فيها متانه ال سوري وين الكاميرا، فيها متانه الستيل اللي من الجهه هذه. هذه ما فيها هذه المتانه بس انها عمليه اكثر، هي حق الفئات المختلفة والأسعار المختلفة حق اللي يبغى يوصل لإيش يعني. هذه صراحة أجمل واحدة فيهم، هذه اقتناء كثير حلوة ومميزة. توقيع تشيك باك كم سعرها؟ 395 يجي جرابها شموة هذه. أوكي جميل. إيه لا بالمصح هذه جرابها نايلون يجي. طبعا في تشكيلة كثير من الكلاسيك، دائما المعدن يفرق في السعر. يعني دائما احنا نعطي مثال، مثلا هالسكينين هذه نفس الموديل السعر دبل، فرق انه هنا خشب هنا مايكارتا. اوكي هنا 420 المعدن. وين اللي اغلى واحده في المعدن بعد مختلف هنا اس 35. فدائما نقول المعدن والخامه تفرق في السعر. هذه ب 295 هذه ب 620 بسبب المايكارتا والاس 35. هذه اس 35 ايوه، هذه 420 اتش سي، هذا اغلى طبعا دبل السعر. اي لان الماكارتا اغلى والاس 35 صراحه يعني صراحه هذه تعرفوني في معدن الاس 35 يعني امدح فيه بشكل كبير. وهذه هذا بك سووا سكين برضه رحلات مع صيد. اي هذه هانتر نايف، هذا اللي هو 5160 اللي يسمونه عندنا كاربون سيست 560. وهذا مقبض خشب، مقبض خشب طبيعي، خفيفة السكين، عملية كثير. وال560 يتميز بمرونة أكثر من العشرة 95 كمعدن. إيه. حتى فيها الكيرب البسيط هنا. هذا الطقم حق هاي. كلها 560 المعدن، كلها خشب طبيعي وعليه كوتينج احمر عشان كاربون ستيل من باك. عندهم شغلات مودر، انا هذه من استخدمها شخصيا بصراحه. سعرها اقتصادي 160 المنيوم وان هاند اوبريشن، سواء فتح او تقفيل. كليب يتركب على اربع جهات فورواي 420 سهل التعامل معه، ومعروف ال 420 حق باك شنو حق باك لوك. معناته هذه ما تفرق معاك حق الشخص اليمين واليسار بالضبط، ما تبان يعني بس تتقال الجهه الثانيه خلاص بالضبط. يعني والكليب على اربع جهات يتبدل، سعره 160 كثير عملي السكين هذا واقتصادي حلو. ما شاء الله وينزل لحاله بعد يعني مره قفل مره ولا هو خشن يعني ابدا. لا وان هاند اوبريشن كله. أنا بينك حس أنا عم شوي من الدليكة بعد. فالباك طبعا فيه الشغلات الكبيرة، الفيكست بليد، نحاس، خشب، فانغارد، ال 119، 124. هذه كلها هانتر نايف هذه. بالضبط. هذه بعد حلوة. هذه من أجمل موديلات. هذا حق الصيادين بعد. شوف طبعا اللي يفهمون في الصناعة، شوف هذا الشغل، هذا موسى ألماني صانع بس ولا أنا بس كل يوم نتعلم شيء. هذا كوست كله فل تاك، روعة سكين مع جلد طبيعي. دائما أفضل الفول تانك إلا إذا كانت سكينة حق جمال وكذا يكون